موضوع اللي هو مهم بزاف اليوم اللي وصلنا اننا خصنا نخدموا عليه في الحقيقه باش ما يبقاش اي هاد الظاهره ديال التشغيل القصيرات. نعم. كنرحب ايضا بك استاذ عمر سعدون، مسؤول عن برنامج محاربه تشغيل الاطفال بجمعيه انصاف. شكرا على الاستضافه، شكرا لك وشكرا للدكتوره وشكرا للمستمعين الكرام. ويعني إثارة هذا الموضوع فهو يعني جد مهم لتسليط الضوء على الواقع اللي تعيشه هذه الفئة، وأيضا طرح يعني واحد المجموعة ديال المبادرات اللي تدير في سبيل يعني حماية الفئة هذه. غادي تشارك معنا أيضا الأستاذة لبنى صغيري اللي هي محامية بهيئة الدار البيضاء، اللي غادي تعطينا أيضا أهم شنو كينص عليه هذا القانون، قانون 19-12 المادة 23. طبعا سمعتوا في وسائل الإعلام على هذا القانون، ولكن ربما مازال ما تحت لكمش الفرصة ندققوا أكثر في هذا القانون وشنو الهدف من هذا القانون. أي قانون اليوم كيتم تشريع ديالو في بلادنا إلا وعنده أهداف اللي كنتمناو أنه يوصل يحققها. ملي كنتكلموا طبعا على هذا القانون، جمعية إنصاف هي من الجمعيات الرائدة، جمعية ذات منفعة عامة اللي اشتغلتوا فيها هذه دابا عقود على أولا حماية تشغيل القاصرات في البيوت، وكذلك على أنه البنت في العالم القروي بالخصوص والعالم أيضا الحضاري أنها المفروض تمشي المدرسة ماشي تمشي تخدم في الديور. نعم. كانت يعني كان هذا هو كما تنقولوا المسؤولية اللي تحملتها يعني إنصاف منذ 2005، حيث عقدنا على العاتق ديالنا المساهمة في حماية الأطفال القصيرين من الاستغلال في العمل المنزلي. وكانت يعني تجربة رائدة قامت بها الجمعية في الإقليم ديال شيشاوة، حيث مكننا هذا العمل اللي قمنا به في عين المكان من الاطلاع على الظروف ديال هاد العيش ديال هاد الفئات اللي هما للاسف يتم استدراجهم واستغلالهم داخل البيوت. حيث وقفنا على حقيقه يعني الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه لهذه الفئه، وبالتالي مكن الجمعيه ايضا من انها كما تناخذ تشخيص هذا الوضع، وبالتالي طرح واحد المجموعه ديال البدائل في سبيل يعني كما تنقولوا حمايه هذه الفئات. هذا القانون واش هو مكتسب وشي حاجه اللي طالبتوا بها وطالب بها النسيج الجمعوي في بلادنا والجمعيات باش هذه البنيات اليوم الدستور كينص على انه الحق الاول اللي ديالهم انهم يمشيو للمدرسه، ولكن كيبقى ديما الفرق ما بين شنو كاين في القوانين والنصوص القوانين وما بين شنو كاين على ارض الواقع في الحياه اليوميه للمغاربه. اولا تنعتبروا اولا هذا القانون مكتسب لانه يعني اخيرا عندنا واحد الاطار اللي غادي ينظم العلاقه الشغليه والتعاقديه بين هذه الفئات وبين المشغلين ديالهم. والائتلاف الجمعوي لإنصاف يعني واحد عدد كثير ديال الجمعيات من المؤسسين ديالو اللي واكب يعني يعني المراحل ديال النقاش اللي كانت حول هذا القانون، وكان يعني وراء صدور هذا القانون، فاعتبرناه شيء ايجابي. غير تيبقى بالنسبه لنا انه هذا القانون يعني الطفل داخل هذا القانون بالنسبه لنا كاين واحد المجموعه ديال الملاحظات اللي ممكن يعني نناقشوها. شنو كتعينوا من هذا القانون في جوج كلمات استاذ سعيد؟ انتم كجمعيه وكاينين جمعيات كثيره اللي كنحييها هذا الصباح من راديو اصوات، اللي فعلا كنحترموا وكنقدروا كل المجهودات اللي كتقوم بها، لانه منين كتخدموا يد في اليد طبعا كتكون نتيجه احسن. اليوم شنو كتنتظروا انتم كجمعيه انصاف ولكن كائتلاف كجمعيات اللي كتشتغل على نفس الموضوع؟ تنتظروا على انه يكون قابل للتطبيق وتكون اليات الحرص على التطبيق ديال التفعيل. هذه الاليات كاينه ولا مازال غير متوفره يعني بشكل كبير يعني؟ اذا انتم اليوم غنقولوا على انه الامل الحقيقي وربما باش كتضمنوا النتيجه دابا هي شنو كديروا. نعم. في ارض الواقع هذا هو الاساس، هذا هو الاساس، لانه ما يمكنش اولا تيبقى القانون احنا حطمنا رقم قياسي يعني في القوانين يعني. نعم. وللاسف يعني ما يعاب على هذه القوانين هو عدم تطبيقها، لكن الاساس انا تنشوف المنظور ديالي على انه خص تكون برامج. نعم. اللي هي يعني تتنطلق من الواقع باش تحاول تقدم بدائل لهذه الفئات. احنا اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا عليه على جوج المستويات مستمعتنا. استاذ سعدون احنا كنرحبوا بك اليوم في برنامج اللي هو برنامج المراه والاسره. فمستمعتنا ومستمعينا كذلك اللي هما وفيين لنا، بغيت اليوم نهضروا معاهم، بغيت نهضروا مع قلوبهم ولكن نهضروا ايضا مع العقول، لانه ملي كنقولوا بنيه
كتخرج من دارهم دار باها ودار امها باش كتمشي للمدينه وتخدم، وهي عندها 9 سنين وهي عندها 10 سنين وهي عندها 11 عام وهي عندها 14 او 15. يعني واخا كاع تكون هذه البنت كبرات وبلغات وكيبان انها راها صحيحه، اليوم غادي نرجع معك وعندنا كذلك شهادات، فغادي نهضروا كذلك على الجانب الاخر. في حاله ما عاملات البيوت هما تجاوزوا سن الرشد وعندهم المسؤوليه والقدره يختاروا ويقرروا، ولكن هذا القانون اليوم كيفاش كيحميهم، ولكن كيفاش كيحمي كذلك المشغل او المشغله اللي هما ربات البيوت. طيب انتم اليوم عملتوا واحد الحمله ديال التواصل، اون كومباني دو كوميونيكاسيون اللي العنوان ديالها الا ما حشمناش نخافوا. غادي نشوفوا طبعا هاد الحمله ديال التواصل وديال التوعيه وديال التحسيس اللي كترتكز على واحد الوصله، وهاد الوصله جد مؤثره. انا بغيت نتقاسمها معكم اليوم مستمعاتنا ونسمعوا الشهاده ديال هاد الطفله اللي هي كانت عرضه للتشغيل في البيوت. كيف كنت حلم؟ اللي كانت عندي 7 سنين وهاد السمسار جا كنش في دارنا عوالدي نفرح ونضحك معاهم ونمشي للمدرسه نقرا ونولي استاذه. كيف كنحلم ملي كانت عندي 7 سنين وهاد السمسار جا عند با قالي نخدم في المدينه بحال اللي ترى لختي سميره اللي هربات دابا من الدار اللي كانت خدامه فيها وما عارفينهاش فين مشات. انا خدامه هنا ولكن با اللي كياخذ الفلوس وما كنشوفوش، هو وماما اللي ديما كنتوحشها. نهار بغا يجيبني المدينة عند هاد الناس باش نخدم عندهم بقات ماما كتبكي وتطلبو باش يخليني حداها، وانا ما كنتش عارفة شنو كيتسناني. دابا عندي 13 عام كل نهار خصني نفيق بكري نصب ونسيق ونطيب وندي ونجيب ولاد لالا للمدرسة، ما عنديش نهار ديال الراحة، والخدمة اللي كندير هنا صعيبة عليا بزاف. واش ديما غادي نبقى خدامة عند هاد الناس؟ شنو هو الحل؟ نهرب بحال اختي سميره ولا نبقى صابر هنا تماره الغوات ومحرومه من خوتي ووالديا؟ شهادة مؤثرة ديال الطفلة اللي كنحسوا بأنه هذا الكلام ديالها من القلب وكيوصل للقلب. دكتورة فدوى السعداني، مازالين كنشوفوا بنيات صغار اللي كيخدموا في البيوت، شنو الإحساس ديالك؟ الإحساس ديالي هو كأم كربة بيت كمغربية اننا كنحرموا هاد الوليدات كنحرموا هاد البنيات من اجمل حاجه اللي خصها تكون عندهم هو القرب من العائله ديالهم. قبل ما نهضروا على التشغيل في حد ذاته وعلى صعوبته وعلى ان هذيك البنيه راه ما يمكنش يتحمل هذا النوع من المسؤوليات، ولا ان كتحرم من طفولتها، كتحرم من انها تكون عايشه مع والديها، كتحرم من انها تربى انهم يربيوها والديها، لان ما غاديش يكون عندها ذاك الاطار ديال التربيه ديال تعرف شنو هي المبادئ ديال والديها، شنو بغاو يوصلوا لها. بنيتها دابا كتهضر هي عندها 7 سنين، من 7 سنين ل 13 عام وهي خدامه، يعني هذا هو الوقت اللي كنخرجوا من ديك الطفوله الصغيره وكنبداو في الطفوله شويه ديال يعني اولا خصها تقرا، تحرمت من القرايه. الحاجه الثانيه انها كتحرم من هذيك الفتره اللي هي اللي كتكتسب بالقدوه من عند والديها كاع داكشي اللي خصها تكتسبه باش هي غتكون واحد النهار انسانه كامله مكموله. من ثم كتولي ضحيه، لان ما كتبقى شيء انسانه اللي تقدر، هذا ضحيه ديال جميع في جميع الامور. النقطه الاولى هي ضحيه ديال ما كتقراش، ديال ضحيه ديال التشغيل تخدم النهار كامل والسيمانه كامله، ضحيه ديال حتى داك الفلوس اللي هي كتربح ما كيعودوش لا هي بالخير، ضحيه ديال انك تحرم من الحنان ديال والديها. يعني من جميع النواحي كنخلقوا منها ضحيه، مع الوقت ما غادي صعيب عليها تخرج من هذاك الدور ديال الضحيه. كنسمعوا في الشهاده ديال هذه الطفله استاذ سعدون على انها كتقول با خرجني من الدار وخرجني من القرايه ومن المدرسه وداني للمدينه نخدم. واش اليوم الاباء هما اول من كيحيد وكينتازع داك الطفله من حقها في القرايه ويديها للمدينه تخدم؟ نعم صحيح، لانه الان الاختيار ديال ارسال البنت للتشغيل ديما تكون هو تيتحمل المسؤوليه ديالو الاب. دائما في اغلب الحالات يكون الاب هو اللي تيكون، هي ماشي مساله اختياريه ديال البنت، ولو انه يعني
بزاف د الحالات يقول لك ما تيكونش مساله اختياريه، هي مساله مفروضه على البنت. وبالغالب انه البنات يعني في العالم القروي اولا تيضحيو، هما اللي تيتحملوا المسؤوليه ديال التضحيه يعني بالمصير ديالهم في سبيل يعني مساعده الاسر ديالهم. مساله اخرى كاين عاود ثاني دور ديال الوسطاء، ما نساوش انه الوسطاء تيشتغلوا بواحد الشكل كبير سماسريه وبشكل منظم، كيبيعوا ويشريوا في بنادم، كيشريوا في بنادم، تيستغلوا الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه ديال الناس باش يحاولوا يربحوا يديروا مكاسب كثيره. انا علمتني التجربه ديال الحياه على انه ما يمكنش نجيو ونحكموا ولا نلصقوا واحد التيكيطه على واحد الانسان، نقولوا هذاك الاباء ما صالحينش، ما عندهمش كبده، ما كيحسوش، كيبيعوا بناتهم على ود داك الاجريه اولا داك الشهريه اللي غادي توصلهم. انت خدمتي في ارض الواقع، شنو اللي كيدفع اليوم اب، بغيت نفهمه شنو اللي غيدفع اب ياخذ بنته او بناته يصيفطهم يخدموا؟ واش هذه معتقدات؟ واش هذه شي عقليه ثقافه اللي مازال انه الراجل كيولد بزاف باش ولادو من بعد يعيلوه؟ شنو ليش راجع هذا الشيء في المجتمع ديالنا؟ هو استاذ الاشكال معقد، فيه التداخل ديال الاجتماعي مع الاقتصادي الثقافي التربوي، يعني جد معقد. ولكن يعني من خلال يعني احنا المعاينه ديالنا في المجال تنلاحظوا اول ملاحظه على هاد الناس تيعيشوا في ظروف جد صعبه، يعني هناك فقر يعني مدقع. ولكن هذا الراجل اللي فقير شحال غيولد ديال الاولاد؟ هي اولاد البنات. نعم كاين هاد الجانب يعني الفقر. كاين عوامل اخرى وهو انه غياب واحد المجموعه ديال البنى التحتيه داخل هذا المنطقه، لان هذا العالم قرار كاين واحد المجموعه ديال امتى نهضروا على المناطق، نهضروا على المناطق اللي هي جد معزوله. بعيده تماما يعني كل بعد، يعني واحد دوك لي زون لي تري زون كلافي، ما يمكنش صعب الوصول اليها. انتم كتشتغلوا في شيشاوا، واش شيشاوا منطقه نائيه؟ حنا تنشتغلوا في الجهه ديال مراكش اسفي، وبالخصوص في ثلاثه الاقاليم اللي هما شيشاوا والحوز وقلعه صرغنه. نعم. وكان يعني الاختيار ديالنا لهذه المنطقه املات واحد عدد كثير ديال انه حالات منتشره، لان ما تنساش بانه عندنا برنامج اول اللي هو برنامج الامهات العازبات، ومن خلال واحد الدراسه قامت بها انصاف لقات بان 42% ديال الامهات العازبات كلهم كانوا خادمات ديال البيوت. ملي كنقولوا الام العازبه هي البنت اللي كتولد طفل خارج اطار الزواج، وهذا موضوع عاوتاني شائك اللي ان شاء الله غادي نرجعوا له في البرنامج. فبالتالي اليوم بقلبك شفتي هاد الرجال هضرتي معاهم، كتمشي تدق على الناس في الديور وتقول لهم اودي خلي البنت في الدار، ما تصيفطهاش للمدينه تخدم، راك غتضيعها. هو كاين عمل مهم بزاف نقوموا به، يعني كاين واحد التواصل مستمر مع هاد الاباء. كيفاش كتكون ردات الفعل ديال هاد الاباء؟ والحمد لله اللي غنقول لك انا صراحه، لانه اش كنخص هو التواصل مع هاد الاباء، لان هاد الاباء كانوا محرومين من واحد المجموعه ديال الاشياء، تلحق في المعلومه والحق فتنظن بانه الحمله التحسيسيه اللي قمنا بها غيرت الواقع. واش الناس كيقبلوا هاد الشيء اللي كتقترحوا عليهم ولا ما كيقبلوش؟ لا تيقبلوا، يعني انا نقول لك واحد القضيه، من 2007 الان وانا نشتغل في هذا البرنامج ما كاينش شي اب اللي رفض يعني المساعده اللي قدمتها الجمعيه صراحه، ولو انه ذاك الاجر اللي تنعطيه قليل. فالاباء يعني كنحسوا بان كاين واحد الخيارات كل لهاد الاباء. والحمد لله هاد الجواب ديالك انا بعدا كيخليني نحس بالاطمئنان وبالامل، لانه ما ممكن نخدموا، ممكن امور تتغير في بلادنا. غادي نواصلوا معكم هذا اللقاء، وغادي كذلك نرحبوا بفاتحه اللي هي مستفيده من برنامج انصاف، واللي اليوم تبارك الله قدرت تبقى في دارهم وتقرا وحصلت على الباكالوريا، وهي دابا في الجامعه، فشهاده اللي غادي نتقاسموها بعد لحظات. حتى شي واحد اليوم ما باقي يقدر يقول انه هذا الشيء ما كيعنيهش، انه هذا الشيء ما كيهموش، انه هذا الشيء ما كيتعلقش به. هذه مسؤوليتنا كاملين، داكشي علاش شعار الحملة التواصلية ديال انصاف هو الا ما حشمناش نخافوا. القانون كيعاقب غرامة مالية كتراوح ما بين 25000 درهم و 30000 درهم كل شخص اللي كيشغل طفلة اللي عندها اقل من 16 سنة، وكيولي ايضا كيعرض راسه للسجن للحبس المدة اللي كتراوح من شهر لثلاث شهور. فكنتمنى على انه جميع يولي عندنا هذا الوعي وهذا المسؤوليه والروح ديال التضامن وديال حمايه حقوق الاطفال في بلادنا. معنا فاتحه كرويس. صباح النور فاتحه، مرحبا بك معنا في حديث ومغزل. صباح الخير. اش اخبارك فاتحه؟ لاباس الحمد لله. بخير الحمد لله، الله يبارك فيك. انا كنرحب بك معنا هذا الصباح على اصوات. شكرا فاتحة. أنت كشابة مغربية استفدتي من برنامج إنصاف، واللي سمح لك باش تكملي الدراسة ديالك، حصلتي على البكالوريا ودابا راكي في الجامعة.
الحمد لله. والف مبروك، تبارك الله عليك وعلى هذه الروح هذه ديال الكفاح. الله يبارك فيك، شكرا. فاتحه، سمعتي الشهاده طبعا ديال الطفله اللي هي في الوصله تحسيسيه ديال انصاف، هذيك الطفله تفكرتي معها شي ذكريات؟ تفكرتي بها الطفوله ديالك؟ فكرتني في راسي وفي الظروف اللي كنت عشتها قبل ما نبدا الدراسه، قبل ما زعما نستافد من برنامج ديال الانصاف، قبل ما تعاوني انني نكمل دراستي، كنت في واحد اللقطه يعني مع حكم العالم القروي، يعني البنت كيكون عندهم نظره اخرى عليها، يعني ما خصهاش تقرا، ما خصهاش تخدم، فهمتي، مع الظروف فهمتي الماديه وفهمتي كتكون صعيبه يعني. نعم. شكون اللي كان باغيك تخرجي تخدمي؟ هي ماشي كيرغمك انك، ولكن الظروف يعني الظروف اللي ما خلاتكش انك تكملي قراءتك يعني. نعم. بحكم ان الوالد مات يعني فات عندي 4 سنين، الوالدة بوحدها يعني اختار خصك تخرجي تعاوني. عندك تعاوني. عندك خوت؟ عندي خوتين. عندك خوت ولاد ولا بنات؟ لا عندي خوتي من الاب ديالي يعني عند الام ديالي انا بوحدي. نعم. اذا انت كنتي باغا تخدمي باش تعاوني الام ديالك؟ نعم. وبفضل برنامج انصاف ما خدمتيش؟ ما خدمتش وكملت قرايتي، هما عاونوني ماديا ومعنويا، يعني فاش اصلا كنت كنتسنى غير شي فرصه انني نلقى الدعم، ووالدي فرحوا بهذا الدعم اللي قدمته الانصاف، يعني الحمد لله على اي حال. شنو تقولي للبنات اللي بحالك في سن صغير هالظروف هذه كتزير وكتدفع البنت انها تخلى على القرايه وتمشي تخدم، شنو تقولي لهم فاتحه؟ كنقول لهم انهم يصبروا ويقراوا، راه القرايه ما كاينش ما احسن منها، خصوصا في العالم القروي يعني ما كيبقاش لك الا ما قريتيش، كتبقاي عايشه غير في المهم تما، اما الزواج اما كتبقاي في داركم يعني ولا تخدمي ولا، وكتعرضي لظروف قاسيه يعني حتى واحد ما كيشن فيك قد والديك. نعم. غادي نطلب منك فاتحه تبقي معنا لانه اتصلت بنا خديجه من مدينه اسفي اللي اليوم عندها 20 عام ولكن غادي تحكي لنا على التجربه ديالها، كتخدم هذه دابا 6 سنين. اهلا بك خديجه. السلام اختنا. اهلا بك معنا في حديث مغزل على راديو اصوات، شخبارك خديجه؟ بارك الله فيك اختي سناء. صحيحه لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك لله. فيك، كنرحب بك معنا. بارك الله فيك اختنا. انا خرجت من الوالد ديالي من القرايه. نعم. شحال كانت في عمرك؟ خرج عندي 16 سنه. من 7؟ من 9. عفوا. ايه 15 معقل تموين. ايه خرجني داني الديور فاش كنخدم انا صغيره، ما شنقول لك، ما كنتفكر ديك الايام تاع المرض صراحه الله. شنو نقول لك، مرض صحتي المهم من بعد بقيت كنخدم كنزمر، وفي التالي بابا كيف ما قالت البنت كياخذ فلوس وانا ما نعم. انا بحال هبيله بحال هكذا. المهم نعم. كبرت قال لي خصك تزوجي، زوجني، لقيت الراجل تا هو يا ما شنو نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. من بعد السيد الراجل ديالي مرض، بقيت ولدت معاه بنيه وليد. نعم. ومني استعيت انا رجعت للديور، رجعت دابا حاليا انا في الديور، كنمشي الصباح كنجي حتى للعشيه، ما كيعطوني ما حتى شي حاجه، ما كتقدميش، ما كدير لي والو. نعم. صراحه الله، لانه ما لقيتش البديل، كنقلب على خدمه في هذا الاسفي، ما لقيتش البديل نهائيا باش نبعد انا من الديور، انا ما بقيتش حملت نخدم في الديور نهائيا، انا كرهت خدمه الديور لانه ما كيتش كنفصل عليك كيدمروا عليك في التاريخ يعطوك جوج دريال. لا اله الا الله محمد، كنحس براسي انا محقوره في هذا الاسفي. ما نكذبش عليك اختي سناء الزاعي، ما نكذبش عليك. نعم. ما كرهناش حنا اللي عاوننا ودرنا حنا الانصاف وشوفونا غير خدمه، حنا ما بغيناش بينا نخدموا بدراعنا. انا والله وليداتي دابا ما كنقدرش ندخلهم الروض نهائيا. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي بنيه ووليد، ولد عنده 3 سنين والبنت عندها عام. نعم. خديجه ممكن نطرح عليك اسئله من قلبي يعني بالصدق بصراحه. نعم. خديجه انت هي دابا هادشي اللي كتعاودي لنا وتزوجتي وشفتي على انه الراجل ما يمكنش تكملي معاه العشره وما تعوليش عليه، اشدك تولدي جوج وليدات؟ نعم. سمعتك اختنا؟ قلت لك اشدك تولدي جوج وليدات في هاد الظروف اللي كتعاودي عليها خديجه؟ انا ولدت الولد الاول والثاني ما كنتش جابو غير الله، ما كنتش ناويه نولدو. ايوا راه هذيك اللي عاوتاني دابا شوفي، حنا باش نهضروا حنا معاك وانا غادي ندوز السيد ديال جمعيه انصاف نشوف واش طبعا ممكن يقترح شي مساعده، ولكن اللي بغيت نقول هو انه حتى المراه او البنت او الشابه مي كتشوف الوقت صعيبه
ومزيره تحضي راسها فهمتي ديري الواجب. راه هذا الوعي دابا ما بقاش شي حاجه اللي هي غير زايده غير خضره فوق الطعام، هذه راه ولا شي حاجه اولويه انه السيده يعني تعمل تحديد الناس اللي تاخذ مثلا حبوب منع الحمل باش حتى هي ماشي تزيد تغرق راسها. وليد ماشي هما جوج، الا ما كانوش الوليدات وانت مازال كتقلبي على راسك كان غيكون احسن، ولكن على اي حال حنا كنحاولوا من كل تجربه نستافدوا. خديجه معنا على الخط. فتيحه شنو تقولي لخديجه؟ كنقول لها تكوني تحاول تكبر ولادها وتقريهم ما تخليهمش يعيشوا نفس الحياه اللي عاشها هي، الا هي خدمات وما كملاش قرايتها على الاقل ولادها تخليهم يكملوا قرايتهم وتضحي بحياتها على قبلهم. نعم هي. استاذ سعدون غادي نرجع لك، شنو ممكن تقول لخديجه؟ هي بمدينه اسفي وسمعنا القصه ديالها، باش ممكن تنصح خديجه؟ انا اللي تنصح خديجه هو انه يعني تحاول ما امكن يعني الاستثمار الحقيقي دابا هو الوليدات باش يحاولوا يكبروا يقراوا ثق في ثق في الوليدات ديالهم وثق في القدرات ديالهم. يعني اول حاجه نقول لها ما تخلاش على ولادها ما تسمحش فيهم، ما تسمحش لان الا شفتي غير فاتحه الظروف اللي كبرت فيها فاتحه راه يعني صعيبه وصعيبه بزاف، خص الناس يعرفوا هذه الظروف فاش يعيشوا هاد الناس، يعني راه ما راه ابسط الامور ما متوفراش عند الناس. وهنا بهذه المناسبه نحيي فاتحه وتنحيي البنات والشابات على المجهود اللي تيديروا، لان صراحه واحد المجهود كبير وكبير راه قسى الظروف الطبيعيه البرد والثلج والجوع كثير، ولكن كاين اصرار والحمد لله هالنتيجه تنشوفها. واللي نقدر نقول انا ليها هو انه كاين جمعيات محليه نعرفهم نقدر نكون انا صله وصل بينها وبين الجمعيات. اذا ناخذوا الرقم ديال خديجه غادي نطلب من المخرج البرنامج ياخذ رقمك خديجه باش نعملوا هذا التواصل، ولكن خليك معنا خديجه. دكتوره فدوى شنو بغيتي تقولي لخديجه؟ واحد الحاجه لخديجه، دابا خديجه كتشوف الامور بواحد الطريقه سوداويه بزاف وكنسمعوها من طريقتها في الكلام على انها كتكره الخدمه البيوت، انها كتحس بالحقره، انها ما كتقدش. انا بغيتها تشوف الامور بايجابيه اكثر. علاش؟ يعني بالظروف اللي هي فيها الحمد لله قرات حتى للتاسعه، هذه ربما حاجه اللي يمكن ما معطياش لوليدات اخرين او بنيتات اخرين اللي كيخرجوهم قبل. يعني عندها انها وصلت للتاسعه هذا في حد ذاته خير، لانها تقدر تقري وليداتها، تقدر حتى الا بغات هي تدوز التاسعه واحد النهار ممكن. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ربي كتب لها هاد الوليدات الله يخليهم لها، غادي تستثمر فيهم، ولكن باش تستثمر فيهم ما تقدرش تبقى هي في هاد الحاله النفسيه اللي هي فيها ديال كارها كل شيء. انا كان الحقيقه ديال مدينه اسفي وربما فرص العمل ما كاينينش، هذه حقيقه واقع، ولكن عندها الحمد لله واحد الصحه جسديه كتسمح لها انها دير العمل. انا ما كرهتش نحيدوا من بالنا باللي راه الخدمه ديال البيوت راه بالضروره خدمه اللي هي كطيح من القيمه ديال الانسان، انها عار او انها عار او انها عيب. بالعكس راه عمل اللي هو مادام كاين الا اننا محتاجين والحمد لله كيف ما كلنا مسخرين لبعضياتنا كل واحد فينا يعني هي فرص شغل حقيقيه كاينه، هي فرص شغل حقيقيه واللي متاحه للمراه اكثر من الرجل. وهنا يعني احنا ما كنهضروش دابا ما بقيتش كنهضر معاها اللي عندها قل من 16 سنه وقصيره، هذه القانون كيمنع انها تخدم. انا كنهضر معاها كمراه اللي دابا هي مسؤوله على نفسها مسؤوله على وليداتها، وانها في محل ما تبقى كتضر نفسها وكتضيع الصحه النفسيه ديالتها راها ممكن نشوف باللي راه عمل باللي الحمد لله احنا كلنا مسخرين لبعضياتنا، حتى شي واحد محسن من حتى شي واحد. اللي مهم هو اتقان العمل، وهو انني ملي نمشي لديك الخدمه ما نخليش الاخر يحقرني، نخدم ندير المسائل اللي عليا ونعرف شنو مسؤولياتي معلوم ندير الخدمه ديالي، حيت من المهم نعرف اللي ليا واللي عليا. شوف يعني من الاول غادي نمشي نخدم في واحد المحل، ها هما المسائل اللي غادي ندير وها هو الثمن اللي غادي نتخلص، وما نشوفهاش باللي عيب او لا عار لانني انا كندير عمل يدوي. الحمد لله بالعمل اليدوي كلنا محتاجين، ما كاينش حنا ناخذ غير الواقع ديالنا، ما كاينش شي مراه اللي ما كتخدمش في دارها. نعم في الحداته راه ماشي عيب، اللي كيبقى هو تقبل الوضع وبالعكس تستثمروا وتستثمر في وليداتها وان شاء الله يكون خير. استاذه لبنى صغيري صباح الخير، مرحبا بك معنا على راديو اصوات مباشره. محامية بهيئة الدار البيضاء، اشتغلتي على هذا القانون اللي كنتكلموا عليه اليوم اللي هو قانون 19-12 المادة 23. هذا القانون اليوم ملي كنسمعوا خديجة اللي كتقول على أنه الناس كيتكرفصوا على أنه الناس ما كيعطيوش الأجر اللي كيبان لها هي ملائم، أنا هذا الموضوع كنتكلم فيه بكل حذر واحتياط. علاش؟ لأنه ملي كنسمعوا
العاملات بالبيوت وهما كيتشكاو وربما كيوضعوا راسهم في البلاصه ديال الضحايا. ملي كنسمعوا اليوم المشغلات السيدات، كثير من السيدات ربات البيوت اللي تا هما اليوم كيعانيوا مع العاملات ديال البيوت او مع المساعدات ديال البيوت. فهذا الموضوع كنتكلموا فيه، انا شخصيا كنتكلم فيه كنحاول ما امكن باعتدال وبتوازن. شنو تقولي هذا القانون اليوم كاين باش يحمي المساعدات ديال البيوت؟ شنو تقولي لخديجة؟ شوفي القانون ديال 19-12 هو بكل صدق جاء لإنصاف هذه الفئة من المجتمع. نعم. لأن أول ما فطر القانون وهو أنه رفع هذه التسمية اللي كانت كتضفي الغبن ونقدروا نقولوا بهذا التعبير الحقر على هذه الفئة، هذاك المصطلح ديال خادمات البيوت أو لخدم البيوت ولا حتى المصطلح ديال ربات البيت أو لرب البيت. نعم. القانون ديال 19-12 رفعوه أول فصل الأول اللي كنلقاو في 19-12 كيشيل هذيك التسميه وكيقول لك عامل وعامله. نعم. بمعنى وانا هنا تنأيد التدخل اللي دارت الاستاذه دابا هو انه هاد الناس ما بقاش عندهم علاش كيحسوا بالحقره وبالقهر. علاش؟ لانه ولات عندهم الصفه ديال عامل. نعم. بحال مشيتي خدمتي في وزين، هاد السيده اللي دوات دابا اللي خديجه على ما اظن هي معنا على الخط. نعم. ما بقاش كيف ما غتمشي تخدم في واحد المعمل ديال الحوت ولا غتمشي تخدم في معمل ديال الخياطه، راه غتخدم في واحد العمل اللي هي كتقنو اللي هو عمل منزلي. نعم. القانون 19-12 في بدايات الفصول ديالو المادة 7 والمادة 12 تيدويو على انه رفع ما يسمى بالقهر والجبر في العمل. نعم. المادة 12 كتدوي على كتفطر وكتحط على مفهوم الكرامة لدى هاد العاملة. بمعنى هاد الإحساس الدفين اللي عاشوا به هاد الفئة من المجتمع سنين طويلة راه صافي، راه ما خصوش يبقى. داكشي علاش الأستاذة أنا تنحييك على هاد البرنامج وعلى اختيارك لهذا الموضوع، لأن بالفعل هاد الناس هاد الشيء اللي محتاجينه، محتاجين لهاد البرامج التحسيسية الإعلامية اللي كتفيقهم اللي كتحرفهم بما بالطرفنة القانونية اللي ولات عندنا. طيب حنا غادي نمشيو لانه الوقت كيدركنا وخصنا يعني ناخذ ندوزوا اكبر عدد ديال المعلومات. اذا رد الاعتبار العاملات البيوت، هذه شي حاجه اللي غادي يجيب هذا القانون. سؤالي لبنى الصغيري المحاميه، شنو كيصاحب هذا الاعتبار انه اليوم السيده واش ممكن نخلقوا واحد الثقافه جديده عند عاملات البيوت؟ كيف قلتي غتخدم في الوزين كتعرف مثلا شنو المسؤوليات ديالها، كتعرف شنو الاهداف اللي خاصها تحققها، واش غادي نوصلوا لهذه العلاقه مع المشغلين في البيوت؟ دابا هي العامله عندها حقوق وعندها واجبات. الحقوق اللي عندها ان عندها ولا عندها الامكانيه تمشي عند مفتي الشغل تعبر على جميع الخروقات اللي كتلحقها. بمعنى مثلا ما تعاملوش معها مزيان، تم طردها مثلا، عدم تمتيعها بالحق في الرضاعه. نعم. عدم تمتيعها بالعطله، عدم تمتيعها بالاجر. هذه واحد المجموعه ديال النصوص اللي من حقها تمشي مفتي الشغل، مفتي الشغل كيستقبلها وكيحرر محضر وكيشيلوا النيابه العامه. مزيان. وهناك كيف قلتي الماده 23 اللي دوات على عقوبات غراميه وعقوبات ماليه. نعم. وعقوبات جنحيه. نمشيو للواجبات. الواجبات القانون ما غفلش في هذا النص، لان دواء بان هذه الخادمه راه النهار اللي ما تجيش العمل ديالها الماده 20، الا مشينا بالضبط الماده 20 كتقول لك كل يوم تغيبت فيه العامله او العامل دون ترخيص من مشغله يخصم مقابلهم الاجر. نعم. بمعنى احنا جبنا حقوق ولكن خدمه هي كاي خدامي الا ما جاتش غادي تخصم لها بالمنطقه. والقانون 19-12 كيحيلنا على جوج القوانين، هو قانون التزامات العقود وكيحيلنا على مدونه الشغل. بمعنى راه هاد العامله ولا هاد العامل الا ما احترمش واجباته راه هذاك المشغل ديالو راه من حقه يمشي يباشر المساطر القانونيه. مثلا عنده الحق في حال التغيب بدون مبرر، كي كنقولوا حنا ابوندون دو بوست، ملي ما تيجيش راه خصو يمشي يدير المسطره اللي تتنص على مدونه الشغل ديال 62 وما يليها. بمعنى راه هناك راه سيف ذو حدين، وليتي كتمتع بالحقوق
ولكن بالمقابل كاين واجبات اللي كينص عليها القانون المدونه الشغل اللي كتحدث على الخطا الجسيم فيها واحد مجموعه ديال الاخطاء. واخا اذا هاد الروح المسؤوليه انا بالنسبه لي هي اهم حاجه اللي خصنا نتكلموا عليها اليوم، انه هاد الخدمه هي كاي عمل واللي عنده ايجابيات كثيره، لانه السيده ملي كتكون خدامه راها كتقدر تنقص عليها المصاريف ديال الاكل، المصاريف ديال النقل الا كانت كتبات فيها، يعني مجموعه ديال الامور. بالنسبه للمشغل شنو اللي كيحميه في هذا القانون؟ ربات البيوت، السيدات اللي كيخدموا وعندهم الامكانيه الماليه انهم يطلبوا هذه المساعده في البيوت ديالهم، شنو اللي كيحميهم في هذا القانون اليوم؟ لانه ما خصناش ننساوهم، ماشي ما نقولوش غير واحد اللي ضحيه، راه حتى هذيك السيدات ملي كتسمعي الشهادات وانت محاميه وهذا الشيء غتكوني كتعرفيه، كاين ضحايا كثار، كاين السيده اللي ولدها كتلقاه كيتضرب، كاين السيده اللي كتشفر في دارها، كاين السيده اللي تقهرات حتى هي لانه العامله ديال البيت ما عمرها كتجي في الوقت، كتمشي دوز العيد ما كترجعش، كتخليها هي متبوعه بالخدمه، وزيد وزيد يعني الامثله. فانا داكشي علاش كنقول اليوم كناخذوا العصا من الوسط. شنو كيفاش كيحمي هذا القانون المشغل؟ لا احنا كيف قلت لك القانون 19 كان حكيم، لانه ما جاب لينا مجموعه ديال الفصول اللي كتحمي المشغله. بغيت جواب مباشر استاذه الصغيري، كيفاش القانون كيحمي المشغل؟ لا مدونات الشغل بمعنى جميع الخروقات اللي غيقوم بها عامله وعامله المنزل كنمشيو لمدونات الشغل، بمعنى في الحاله اللي ما تجيش يعني هذا المفتش دي. هذا المفتش ديال الشغل ممكن تمشي عنده ايضا المشغله اللي تظلمات من طرف العامله. معقوله كتصيفط لها انذار لان المفروض في هذه العامله تجيب البطاقه الوطنيه. الفصل كيقول لك لانها مجبره الى غيرات العنوان ديالها تجيب العنوان الجديد للمشغله ديالها. وبالتالي الوقت اللي غتكثر شي خطا راه كاين مفتش الشغل. عمليا بزاف ديال السيدات كيسولوني واش خاص الكونطرا يدار، واش عقد عمل ضروري اليوم؟ لا هو ضروري 19 12 ماشي غير ضروري، تعطيك عقوبه زجريه من 3000 ل 5000 درهم في الحاله الا مفتش الشغل لاحظ بعدم وجود. واخا الخلصه السيدات كيسولوني كيفاش نوليو نخلصوا المساعدات في البيوت او عاملات البيوت؟ شوفي الفصل دو على الاثبات حر، القانون 19 12 يدوي على ان الاثبات هو حر، بمعنى احنا وما ننساوش بان هذه راها علاقات نقدروا نقولوا حميميه، السيده راه معك في الدار، بمعنى راه ممكن بطبيعه الحال كاين المسائل الحساب البنكي وهادشي، ولكن ما تنظنش ان في الدار ان المشغله مع العامله، ولكن الاثبات حر، ممكن نجيب مثلا واحد الشخص كان في الدار راه شافني تعطيتها. واخا الا خلصتها ومشات عند مفتش الشغل قالت لها الناس ما خلصونيش، كيفاش غتثبت انها خلصتها؟ هنا كتوقف السلطه التقديريه ديال القضاء، بمعنى كيف قلت لك كتولي وسائل. ودابا باش ما ندخلوش في هذه السلطه عاوتاني التقديريه، المفروض القانون يقول لنا بالضبط شنو غيدار في ارض الواقع باش كنحميو كل الاطراف. معقوله من العيوب ديال الماده 19 12 انها ما دواتش لينا على كيفيه انهاء العلاقه الشغليه، داكشي علاش انا تنرجع وتنقول لك دائما ملي كيكون القانون الخاص فارغ كنمشيو للقانون العام. والقانون العام قلت لك مدونه الشغل ومدونه وقانون التزامات العقود. والاثبات حر، بمعنى كنقدر هنا ممكن نديرو نخلصوا بالحساب البنكي ولا مثلا نعطيوها توقع على واحد الوثيقه كل شهر مثلا انا نعطيها توقع او لا نبصم ليها. بمعنى راه خصنا حنا كيفاش نتفاعلوا لان النص جديد وحنا التطبيق ديالو حتى هو جديد، بمعنى كاملين خصنا نتفاعلوا. نعم، شنو هو الحد الادنى ديال الاجور ديال العمل داخل البيت؟ الحد الادنى دابا هو 60% بالنسبه للعاملات والعمال، 60% من الحد الادنى للاجر. وهنا علاش كيف شحال هو المبلغ؟ 2800 شي حاجه دابا، بمعنى كديري ديك 60% باعتبار ان هذيك 40% راها تتخاد في الدار مثلا. من الماكل من الراحه اللي كتكون في الدار، ديك العلاقه الحميميه اللي تتربط بين المشغله وبين العامله. شكرا لك كثير استاذه لبنى صغيري على المشاركة ديالك معنا في البرنامج. طبعا معلومات كثيرة وهذا الموضوع مازال غادي نرجعوا له، غادي ناخذوا نرجع لك دكتورة فدوى سعدين، وغادي نرجع أيضا الأستاذ عمر سعدون. السيدات هنا كيكتبوا لي وكيتفاعلوا معنا على الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات. حليمة كتقول لنا خاص التعامل بالخادمة والمشغلة يكون راقي أكثر، سويعد الخدمة تكون محدودة، أيام العطل تكون مبينة، ويكون التعامل بيناتهم يكون إنسان. وفعلا هذه الانسانيه هي اللي صعيبه يوصل لها الانسان. كذلك الاخت كتسولنا ورده، شكرا على هذا الموضوع بزاف، وكتقول لي اللي كيقلقني هو علاش
كتقول لك العاملة ما كيقولش مساعد وبزاف كيحقروهم وبقى في ديك البنت اللي خدامة ماشي عيب ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الأخت ساميون كتقول لنا العاملة البيت ديالي كتاخد كل ما كتستحق هنيئا لك برافو. كتقول لنا واللي خدامة في الدار كيخص تفاهم. وكذلك هناك شهادات اللي كتقول إن العاملة ديالي كتعنفني في البيت وغيرها. موضوع ديما كيبقى شائك ولكن هذا القانون خصو يوضح ويقرب من الناس باش نقدروا نطبقوه. شنو رايكم في هذه المساله الدكتوره فدوى استاذ سعدون؟ انا اللي نقدر نقول الانسانيه بوحدها ماشي هي اللي غادي تحل المشكل. ما يمكن ما كافياش. الانسانيه خصها تربط بالمهنيه وبالمسؤوليه المهنيه لان المهنيه هي اللي فيها روح المسؤوليه. نعم. كنقول المهنيه من الطرفين سواء المهنيه ديال المشغل ولا المهنيه ديال العامله. الا ما كان شيء هاد النظره باللي راه عمل وباللي راه كيتقاضى واحد الاجر وباللي عندها واحد المهام وبلي هاد الامور هادي تكون واضحه ديما غادي نبقاو الا ورا محيت ديك السيده ظريفه راه الامور كدوز مزيان محترمه كدوز مزيان. لا خص الامور تدوز مزيان ولو ما يكونش بالضروره الجانب الانساني هو اللي غالب. نعم. يعني خصهم يتقرنوا بجوج لان الانسانيه والمهنيه هي اللي غتوصلنا ان شاء الله ان هاد الموضوع نفوتوه ما يبقى شيء بالنسبه لنا لا عار لا حشومه لا عيب لا حقره غيبقى مجرد عمل تفهمنا كنعملوا مع بعضياتنا ما لقينا شيء الحل بحال اي مشغل كيلقى كيفاش غادي يتفارق مع هذاك العامل او اي عامل الا ما مرتاحش في الشغل ديالو كيلقى كيفاش يتفارق مع المشغل ديالو. استاذ سعدون ملي كنسمعوا شهادات ديال الاخوات اللي هما ضحايا كيف تخرج من هذا الموقف ديال انها ضحيه ضحيه ديال ظروف ضحيه ديال اسره ضحيه لانه واحد الوقت خصها تخرج من هذه النفسيه. نعم. وتولي عندها واحد النفسيه اللي غتساعدها تزيد القدام. وهو علاش يعني تيكون الهضره هكذا لانه ما تنساش بانه اشنو هو الارث وتأثير ديالو على الجانب النفسي بالنسبه لهاد الناس. ما نشوفش انهم تكون يشتغلوا دور في القاهره وواحد المعاناه كثيره وكثيره بزاف دول تيخليهم دائما تحسوا بواحد النوع من الحقره واحد النوع يعني من كاين واحد الاحتقان داخلي عندهم. فبالتالي الان الامور تغيرت تنظن بانه الان كاين اطار قانوني اللي تنظم هاد العلاقه الشغليه والتعاقديه وخصنا الجميع نساهموا باش ان هذا القانون ينجح تكون المواكبه ديالو ونتضمن واحد مجموعه ديال الحوايج باش نرفعوا من الجوده ديالو على اعتبار انه باش يكون صالح للرشادة. اما بالنسبه للاطفال خصنا نكونوا على يقين على انه الاطفال القاصرين فيجب يعني خصنا نديروا في الدين ديالنا ممنوع من عند كليا على انهم يشتغلوا لان المكان الطبيعي ديالهم هي الاسره والمدرسه. وانا بغيت نرجع معاك. نعم. اليوم كاين واحد الرقم اللي انتم على مستوى جمعيه انصاف. نعم. هو كيبقى رقم تقديري. نعم. انه تقريبا كاين واحد 30,000 فتاه قاصره اللي مازال كتشتغل في البيوت. كاين الائتلاف اللي كيتكلم على حالات ما بين 66,000 و 80,000 حاله. نعم. وطبعا كنقولوا تقديريه لانه ما تقدروش تحسبوا بالضبط. نعم. شحال من قاصره يعني طفله اللي عندها اقل من 16 عام. نعم. اللي مازال كتخدم في البيوت. نعم. اليوم انا كمواطن هي كمواطنة الآخر كمواطن. نعم. كنشوفوا واحد دار فيها بنت صغيرة كتخدم. نعم. واش ضروري نمشيو نبلغوا؟ هذه مسؤولية ديال الناس للأسف لينا لحد الآن باقي ما وصلناش لديك الدرجة ديال الوعي التبليغ على حالات ديال اللي هما تيتعرضوا للاستغلال داخل. كيفاش الانسان ممكن يمشي يبلغ؟ يمشي يبلغ الاقرب نقطه ديال الشرطه يمشي يبلغ بوجود حاله ديال الطفله قاصر في البنزيل. هذه يعني راه ماشي حيت الناس كلشي دابا تنتلقاو بزاف ديال الشكايات من طرف مواطنين ولكن تنظم ان المواطنين هما تكون عندهم يعني فين يمشيو يبلغوا؟ يمشيو يبلغوا اقرب دائره ديال الشرطه. شنو باش غيبلغوا؟ يبلغوا بانه اذا كانت مثلا طفل قاصر بانه كاينه طفله قصيره. اذا ومن بعد الامن غادي يتحرك وغادي. نعم. يمشي لهذاك البيت. نعم. يشوف واش كاينه. نعم. فتاه قصيره اللي كت. نعم. الى حصلوا هذيك الدار وهذيك الاسره مخدمين بنت صغيره. الان الامور يعني كما تنقولوا راه واضحه يعني كاينه عقوبه. كاينه عقوبه وكاين كلشي واضح يعني لحد الان يعني كاينه عقوبه ماليه. نعم. غرامه ماليه. نعم. ما بين 2.5 مليون و3 مليون كنقولها هكا باش. نعم. الناس يفهمونا. وكاين ايضا عقوبه اللي تقدر تمشي للسجن ما بين شهر الى 3 شهور. وحنا دابا طلقنا واحد الحمله على الصعيد الوطني بالنسبه لهذا الفصل 23 بالخصوص حاولنا درنا واحد باش نحاولوا نوصلوا لاكبر عدد ممكن من المواطنين. نعم. وننبهوا يعني على انه كاينه غرامات وكاينه عقوبه الزجريه في الاتجاه ديال الناس اللي تيشغلوا هاد البنات القاصرين. وكنتمنى لكم التوفيق في هذا العمل. شكرا. اللي كتقوموا به جمعيه انصاف. شكرا لك استاذ سعدون ولكل الجمعيات والائتلاف كذلك. تنحيي من الاسماء استاذ عمر الكندي اللي هو تهو محارب قديم في هذا المجال هذا. الله يوفقكم جميع. كلمه اخيره. اخر كلمه هو ان غادي ما يبقاش التشغيل ديال القصيرات ملي ما يبقاوش المشغلين ديال القصيرات. نعم. نتمنى ان هذا القانون لان زجر يعني ما بقيناش كنهضروا مع عفاكم ان
إنسانيا إلى آخر. لا دابا قانون واضح، ولكن راه مني هذاك الأب ولو تكون ظروفه قاسية ما يلقاش فين غادي يخدم البنية ديالو، لأن حتى شي مشغل ما باغي يخدم أقل من 16 سنة ديك الساعة غادي ما غاديش يلقى اللي غايخدمها، ما غاديش تخدم ديك البنت ديك البنيته، وغيكون ربما عندها إمكانيات أكثر أنها حدود أنها تمشي للقراية المدرسة وأنها تستمر في حياتها. شكرا لكم، كنشكر كل من تفاعل معنا وكل الضيوف. وبغيت نختم بتمني أخير، كنتمنى على أنه القانون 19-12 اللي كيحمي الأطفال وكيحمي العاملات بالبيوت على أنه فعلا يتطبق بكل معاني الإنسانية والاجتماعية وكل أبعاد الاقتصادية ديالو، اللي المفروض أنها تخلق علاقات فيها مساواة، فيها احترام، فيها ثقة متبادلة، وما يكونش واحد ذريعة باش نصفيو الحساب حسابات اللي هي راجعة لاحتقان اجتماعي قديم وطويل اللي تراكم لي سنوات وعقود. فكنتمنوا فعلا أنه هذا القانون أيضا يرقى بالتعامل الإنساني ما بين العاملات بالبيوت وما بين المشغلين بالبيوت، وأنه يضمن الحقوق ديال الطرفين. كان وحدكم إن شاء الله نعود نرجع لهذا الموضوع لأنه مازال فيه ما يتقال. كنتمنى على أنه كانت حصة ممتعة ومفيدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.